مؤقت، سواد استمر لمدة شهر كامل، استكملت بعزلة استمرت سنة وثلاث شهور. بعد فيهم عن الأهل والأصحاب، ضحكت اختفت، اختفت الطاقة والحياة والشغف فيها. والسبب كلمة، كلمة انحكت لي من أقرب الناس إلي، هم هالقد بسمعوني ويمكن ينصدموا من كلامي، لكن هم السبب. سبب إيش؟ بإن تعبت ومرضت وضيعت سنين من عمري كله بسبب كلمة. شو صار لكل هاد؟ مين أنا؟ أنا نور، أو ممكن نحكي غالية، بنتي إجت على الدنيا مسمى يا اسمين، اسم تتنادى فيه واسم موجود في الشؤون القانونية. بنت عايشة حياتها زي أي بنت في الدنيا، لكن الحياة الهادية والبسيطة اللي كنت بعيشها طول فترة حياتي انقلبت فجأة بسبب خطأ طبي من دكتور سبب تفشي ورم سرطاني في جسم أمي. ونتيجة هالخطأ انعملت عملية وانفتح جرح المفترض ما ينفتح إلا بعد صدور العينة. أمي صغيرة وفكرة المرض كتير مرعبة، وكنت لأول مرة أسمع فيها عن مصطلح السرطان وأخاف منه. بعد دخولي توجيهي ب25 يوم أمي سافرت برا غزة، وبهاي الفترة كان لازم أوفق بين دراستي وبين مسؤولية البيت اللي انتركت إلي بوقت حرج وهو توجيهي. كنت في دوامة، مسؤولية بيت وأخوة أطفال، بينفع ينجمعوا؟ أكيد لا. كنت أدرس وأنا بعجن وأنا بطبخ وأنا بجلي، كنت أروح لمدرستي أحيانا بدون تحضير لدروسي. شهرين ونص وأمي برا غزة، كنت محلها بكل إشي، لكن المقابل معدل التجريب نزل ل 73، وهنا كانت صدمة الكل. لكن ما كان بهمني حدا قد ما بتهمني نظرة أمي، وبهاي الفترة سؤالها زاد علي، كأن حست إنه فيا إشي. رجعت غزة، استغنت عن العلاج هناك، وكملت العلاج هام بالرغم من انعدام الموارد الصحية في 2014، وبلشت 2015 بالفصل الثاني من توجيهي. بتذكر صعوبة الأيام وقت أمي تروح تاخذ جرعة الكيماوي وتروح على البيت تكمل مسؤولياتها كأم حتى ما تحسسني بالضغط. بذكر مرة داخلت وهي في المطبخ، مع ذلك رفضت إني أكمل عنها. ببساطة أمي كانت تحس بتأنيب ضمير تجاهي وإنها السبب بنزول معدلي، ولحتى ما أحسسها بتأنيب الضمير بزيادة كنت أوهمها إني بدرس، لكن ما كان عندي أي تركيز. كيف أدرس وأنا حالة أمي بتتدهور قدام عيني؟ وقبل بخمس أيام من موعد أول اختبار إلي صحيت الساعة 2 بالليل أحاول ألم المادة، لكن في صوت ساجد ببكي استوقفني. برأيكم شو هو؟ يا رب كون معها، ما تخلي لي أشيل ذنبها، يا رب بنتي ما إلها أي ذنب اللي صار معها، ما توجع قلبي عليها. بهاي اللحظة حسيت قديش أنا مقصرة بحق أمي مش بحق دراستي. رجعت على غرفتي وقدام سريري في شباك، طلعت على السماء وبلشت أحكي مع ربنا، يا رب خذ بإيدي وأجيب معدل عشانها مش عشاني. وإجا موعد الامتحانات، بذكر خلال فترة الامتحانات الأسبوعين نمت ما يقارب 12 ساعة بس، تخيلوا. وإعلان النتائج كان في رمضان بعد صلاة التراويح، وهنا كانت اللحظة اللي الكل بستناها، وهي نور أكم هتجيب؟ وكانت الصدمة وقت إجت الرسالة 95.3. كيف؟ أول سؤال حكالي كيف جبتيهم؟ البنت اللي شايلة مسؤولية البيت وما بتاخد دروس خصوصية كيف؟ بعد 10 أيام من نتائج توجيهي أمي وقعت بغيبوبة كبد، وبهاي الفترة طلبت منا لو صار فيها إشي ما تنتقل على المستشفى، كأن حست إنه هاي المرة طلع بدون رجعة. في يوم فاجت بشكل مؤقت من الغيبوبة وسألت على تاريخ 7/8 عيد ميلادي اللي أنا كنت حتى نسيه، لكن هي ما نسيته. طلبت ينعمل لي عيد ميلاد وحكت جملة، مش يمكن هذا آخر عيد ميلاد إلي معكم؟ نفس الجملة حكتها في عيد الأم، مش يمكن هذا آخر عيد أم إلي بينكم؟ أنا طول فترة حياتي وأنا بعيدة عن أمي كنت قريبة كثير من أبوي، لكن بهاي السنة بالتحديد أنا وياها صرنا أصحاب،
والمطبخ صاحبنا المشترك. وللأسف تحولت على قسم الأورام في مستشفى الشفا، كنت مرافقة معها. مشاعري كثير ملخبطة بيني وبين حالي، سؤال برد بيني وبين نفسي، ليش بصير كل هذا؟ ليش إحنا؟ في يوم إجا الدكتور وبلغ أبوي بشغلة خلى وجهه يقلب ألوان، ونظرت الدكتور علي، وأبوي بحاول يمنعه يحكي معي، لكن في كلمة في الحوار تبعهم سمعتها، البنت لازم تعرف. شو اللي أعرفه؟ واللي عرفته نور أنت أكبر إخوتك، والأم الصغيرة إلهم بعدها، طبياً أمك بتعد أيام أو أسبوع كحد أقصى، لكن مش هنفقد الأمل بوجه الله. فصلت عن الواقع، نظرة بعين أبوي اللي مش عارف شو يرد علي، ونظرة على سرير المستشفى اللي أمي موجودة فيه. خلص أمي هتروح؟ طب ليش؟ إحنا لسه صغار، ليش إحنا؟ حاولت أتخيل جزء من الحياة بدونها، لكن ما قدرت. تاني يوم الساعة 5 الفجر إجانا اتصال بينادوا أبوي يجيهم على المستشفى حالاً. سألته شو في؟ حكالي ممكن تحويلة طلعت؟ حكي صوته كان مبطن بالربكة هيك غريب، بس أنا طنشت. ممكن طنشت لأنه كان عندي أمل إن أمي تقوم وتروح تزرع الكبد وتعيش حياتنا عادية زي أي بيت طبيعي. بلشت أصحي إخوتي لحتى نقوم نرتب البيت، لأنه مستحيل أمي تسافر بدون لنودعها، هذا وعدها. بس ما توقعت وعدها يكون نظرة أخيرة إلها، ويكون الوداع هو الوداع الأخير. 15/8/2015 تاريخ مستحيل أنساه. وإجت وكانت مزينة بالأبيض والابتسامة كعادتها، ما فرقتها. بلشت أحكي معها، حكيت لها أنا هكون الأم لإخوتي، هحاول أعوضهم عنك، هتغير وأبطل عصبية، هطول بالع أبوي. وأنا بحكي معها عيونها كانت بتدمع. من وقت وفاة أمي بلشت ملامح الحياة تبين معي، من حياة أنا كنت فيها بنت صغيرة لحياة صرت فيها الأم الجديدة، من طفلة عمري 17 سنة لإنسانة الدنيا جبرتها تكون بعمر 40 تتعامل مع الدنيا كأم مش كمراهقة. يعني نضجت بدري، ولكم أن تتخيلوا طفلة شايلة مسؤولية 5 أطفال. بعد وفاة أمي ب20 يوم دخلت الجامعة، دوام جامعي من 8 للـ4، أروح بعدها عجين طبيخ جلي، والكتب وين؟ ما في مجال أدرس، ما في عندي وقت أدرس أصلاً. فصل دراسي كامل وأنا بتعارك مع حالي كيف أقدر أوازن الحياة. ما قدرت، ما عندي حدا يشجعني، ما عندي حدا يحكي لي شو أعمل. بلشت أحس إنه الحياة صارت أصعب مع كل هاي الصراعات اللي كانت في 2015. إجت نتيجة أول فصل إلي بالجامعة هي 79. دخلت الفصل الثاني في سنة أولى بعد ما راحت من المنحة، والكل عرف نور راحت من هالمنحة. كثير حواليا ناس ما حدا حكالي ليش المنحة راحت منك، الكل حكالي شد حيلك رجع المنحة. بس فعليا بس خلصت السنة أولى بمعدل تراكمي 75. إجت سنة ثانية كان عندي أمل إني هحاول، لكن ما كنت أتوقع أن الدنيا هتدخلني بأفق جديد وأشتغل. اشتغلت بمركز تعليمي لأحاول أسيطر على حياتي المادية بعد ما تدهورت ببيتنا. كنت أشتغل 3 أيام في شغلي وثلاث أيام في الجامعة، وأحيانا ما كنت أحضرهم. وخلال هاي السنة رسبت بمادتين في الجامعة بسبب أني ما كنت أحضر محاضرات. معدلي نزل 69، الفصل اللي بعده نزل 65، اللي أنا بعتبره اللعنة. هذا المعدل سألت حالي منه سؤال، ليش؟ لكن المرة هاي إجتني الإجابة، بسببك أنت، بسبب فشلك أنت فاشلة. كلمة أنت فاشلة أخذت من حياتي
سنتين ونص كان ممكن يكون فيهم لحظات حلوة، كان ممكن يكون فيهم لحظات بشعة، بالمقابل أعطتني تعب ومرض. 2017-2018 لو أتذكرهم هم عبارة عن عزلة لمدة سنة، اكتئاب حاد، كنت جسد فعلياً بلا روح، وأعطتني مرض نتيجة التعب النفسي، أكزيما، حساسية بالدم مزمنة، بقع، تجلطات تحت الجلد، وكتلة اشتبهوا فيها كانسر. هنا حسيت إنه لازم أسافر. سافرت مصر لحتى أنسى معدل 65 وأبلش حياتي من جديد، تخصص جديد. لكن اللي عمل لي إفاقة دماغية بهاي الفترة وأنا مسافرة موت شاب من طلاب جامعتي، طلع برا ليكمل حلمه ويأسس حياة، لكن محمد مات قبل لا يأسس هذا الحلم. سألت حالي هنا سؤال، محمد مات من شان حلمه وانت هان شو بتعملي؟ فورا قررت اني لازم ارجع غزة وابلش من جديد واتحدى اي اشي رح يمر قدامي. واول تحدي كان الي وقت ابوي سافر سنة كاملة برا وانتركت الي مسؤولية البيت، ام وابو، صرت شايلة الام والابو وقدرت وشلت، حسيت اني بلشت افوق. وأول قرار أخذته إني أكتب قصة محمد رواية لحتى الكل يعرف عنها، وطلبت إني أعرف مين قريب من محمد، إني ندل على أصحاب أو معارف، دلوني على مجد، البنت اللي لو حدا تنبأ بحياتي الجاية وحكالي هاي الصبية راح تغير كل مجرى حياتك ما كنت راح أصدق. مجد قلبت كل حياتي بكلامها، حكت لي جملة ظلت معلقة هان، نور انت عندك طاقة وقوة تغير بلاد وتغيرك انت كمان، بلش من جديد وهتقدري. في هذا الوقت انا زي ما حكيت ظهرت عندي كتلة، وقرار اني اروح اكشف كان مش سهل، شهرين ونص وأنا بحاول إني أخذ القرار وأتجرأ إني أروح أكشف، لكن أخذته بعد صعوبة ورحت وكشفت ولقيت إن أنا عندي كتلة حجمها 2.7 سنتي، أقل من 3/10، وكنت أحتاج لعينة. كل توقع إني هنحبط هنهار، لكن لأول مرة أحكي كلمة لعله خير. بلشت 2020 طاقة جديدة وبعقلية جديدة وكلمة لعله خير. بهاي الفترة كنت لازم أدخل الجامعة وأنا مخلصة كل إشي من هواجس مرعبة كانت رح تقضي علي، من ترتيب نفسي من جوا. رجعت مرة تانية لحتى أكشف مرة تانية على الكتلة، وهاي المرة تعتبر أصعب من المرة اللي فاتت، لأن هاي المرة كانت رح تثبت هل هي كتلة سرطانية أم كتلة فعل هرمونات. ورحت كشفت لقيتها الحمد لله نزلت، وهنا رجعت للجامعة بعد 3 سنين من تركي إلها. شعور غريب إنه أنا لسه بدرس واللي بعمري يتخرج واللي يتجوز واللي بيعمل ماستر، شعور بخلي الفشل يسيطر علي، لكن قبل لحدا يأمن فيا أنا أمنت بنفسي. نزلت 15 ساعة مواد سهلة لأقدر أوازن بين بيتي وحياتي ودراستي، لكن إجت كورونا للأسف وتحول مواد ناجح راسب. كان ممكن أنحبط، لكن بالعكس بلشت الفصل اللي بعده 2020-2021 بعقلية جديدة وبتحديات قدامي. بدي أعلي معدلي، بدي أصنع نور من أول وجديد، بدي أوازن بين بيتي وحياتي ودراستي، تحديات. وإجا الوقت لأثبت إني قد، وأثبت إني قدها. وقت شرحت مواد تخصصي لما يقارب 2000 طالب وطالبة، وجبت امتياز بمواد كنت راسبة فيها في هداك الوقت، وعليت معدلي من 65 اللعنة ل 75 في فصل دراسي واحد. أنشأت منصة النور للتنمية والتدريب واللغات، تابعة لمنصة
كوبريتك الدولية الجزائرية وبالشراكة مع عدة أكاديميات عربية. كنت ليدر فريق تطوعي تابع لوزارة الثقافة الأردنية حاب يوسع نشاطاته في غزة. كنت ليدر قطاع غزة وليدر الضفة الغربية وليدر الداخل. أنشأت أول مشروع شبابي في الوطن العربي وفي فلسطين خاصة، منتدى صناع المستقبل، متفرع من 3 منتديات وفريق شبابي بضم تحته 7000 عضو منتسب وموجود في 3 دول عربية. تم استضافتي في إذاعة الشباب وصوت التربية والتعليم وصوت الشعب كعينة من الشباب اللي قدرت تغير المحيط اللي هي عايشة فيه. روايتي خلصت منها 5 فصول وعلى آخر هاي السنة هكون من جزاها، وأتمنى كلياتكم تيجوا تحضروا حفل توقيعها. وبهيك أثبت حالي في الجامعة وفي بيتي وصنعت نفسي، صنعت نجاح مش بس بغزة بل بدول. صح كلمة خسرتني سنين، لكن كلمة صنعت قدامي سنين أكتر. أنا العمر لسه ببلش معي ولسه ما خلصتها من إنجازات. وجودي معكم إنجاز، وقوفي جنب كل طالب إنجاز، حبي للخير إنجاز، نظرتي الحلوة للمستقبل إنجاز. وزي ما قدرت أكون قدوة بتلخيص المواد داخل جامعتي وعليت معدلي من 65 ل 79 بفصلين دراسيين وكنت شخص ريادي ناجح، أتمنى أني أقدر أزرع حب الخير وبذرة النجاح في قلب كل شخص بعرفه أو ما بعرفه. وآخر إشي رح أحكيه، وآخر إشي رح أحكيه لكل حدا ما عنده حدا جنبه، لكل طالب مش قادر يكمل، لكل ابن أهله مش جنبه، لكل فاشل، لكل ناجح ومفكر إنه فاشل، لأنه ما في حدا فينا فاشل. انت هتقدر، انا وانت وانتي عنا طاقه مدفونه بس محتاج يعني ندور جواتنا. انا اليوم بينكم لاقولكم مهما صار ومهما قال ومهما سنين راحت عليكم احنا برضو هنقدر. شكرا، يعطيكم العافيه.